السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو حل أسئلة التربية الإسلامية واللغة العربية امتحان التمهيدي، أسئلة هاي السنة 22-23. هذه الأسئلة أو هذه الأجوبة حليناها. هذا السؤال الأول، خلينا نشوفكم الأسئلة. أسئلة دمج التربية الإسلامية عليها 25 درجة، أو اللغة العربية عليها 75 درجة. يعني هذا حل السؤال الأول، سورة الفتح، والجواب السؤال الأول الحديث من حلاوة الإيمان، أو الحديث آداب الطريق هذه المعاني. يعني أو جواب السؤال الثالث هذا ألف وباء، أو هذا السؤال الرابع ألف وباء، والسؤال الخامس، أو السؤال السادس ألف وباء أو جيم، والسؤال السابع ألف وباء أو جيم، وهذا السؤال الثامن والإملاء. الإملاء عرف الهمزة، أو الهمزة التي ينطق بها في بدء الكلام، ومثال عليها.